نروح مع حضراتكم مشاهدي هذا الصباح لملف آخر، والمرة دي هنتكلم عن البيئة والمشاركة المصرية القوية في أسبوع المناخ المنعقد ضمن فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الفترة من 22 إلى 29 سبتمبر الجاري. مصر مشاهدين هتشارك في عدد كبير جدا من الفعاليات البيئية والمناخية خلال هذه الدورة، منها مثلا الاجتماعات الوزارية الاستشارية حول معاهدة التلوث البلاستيكي، حيث تترأس مصر مع بنما قيادة تسيير المشاورات الخاصة حول الاستهلاك والإنتاج المستدام. كما تشارك أيضا في المنتدى رفيع المستوى حول شفافية المناخ العالمية والجلسة العامة حول تهديدات ارتفاع مستوى سطح البحر. في سياق المشاركة المصرية أيضا في هذا المؤتمر، مصر هتكون حاضرة وممثلة في الحوار الوزاري غير الرسمي حول الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ ضمن التحضير للشق التمهيدي لمؤتمر كوب 29، انطلاقا من مسؤولية القاهرة عن المستوى الوزاري لتسهيل عملية التوصل لاتفاق. للمزيد من التفاصيل عن الدور المصري في المؤتمر ينضم لنا عبر الهاتف دكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية. أهلا بحضرتك يا دكتور، صباح الخير. صباح الخير يا فندم، أهلا بحضرتك أستاذ المشاهدين الكرام، أهلا بيك. أهلا بيك. يعني هناك العديد من المحاور التي سيتم التسليط عليها في هذا الخبر، ولكن دعني في البداية يعني أعرف من حضرتك كيف رصدت مشاركة مصر في أسبوع المناخ ضمن فعاليات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. الحقيقه مشاركه قويه جدا من مصر في اسبوع المناخ، على اعتبار ان مصر كانت قد نظمت كوب 27 وكان لها الرياده في هذا الاطار بالعديد من التوصيات. فمصر بتشارك الحقيقه بقوه في الدوره 79 للجمعيه الامم المتحده التي تستمر لغايه يوم 29/9، مش بس في مجال البيئه، ده في مجالات متعدده، ولكن لو اتكلمنا تحديدا على مجال البيئه هم هيستعرضوا عدد من القضايا المهمه في هذا الإطار. يمكن هبدأها بقضية معاهدة التلوث البلاستيكي. يمكن هذه المعاهدة لسه ما طلعتش إلى النور، ولكن هتناقش، حيث إن في بعض المنظمات في مارس 2022 من سنتين قدموا فكرة للأمم المتحدة أن يعتمدوا اتفاقية للوقف عن حد من التلوث البلاستيكي، لأن ده له مخاطر شديدة جدا. يمكن أهداف هذه المعاهدة أنه يحدوا من استهلاك البلاستيك والقضاء على المواد السامة اللي بتطلع من البلاستيك واستبعاد الحريق الـ أو دفن أو حرق البلاستيك، كذلك إعادة التدوير. يمكن دي أول نقطة، أول معاهدة كمان بالضبط، وهتبقى أول معاهدة على مستوى العالم، وده شيء الحقيقة يعني رائع جدا أن العالم يتفق زي ما اتفقنا في الأوزون مثلا، والحمد لله النهاردة طبقة الأوزون تعافت. نتمنى طبعا أن هذه المعاهدة تخرج إلى النور وبالفعل لها تطبيق على مستوى العالم. دي يمكن أول نقطة هيتكلموا عليها. اتكلموا أيضا على فكرة شفافية المناخ، ويمكن شفافية المناخ المقصود بها العالم، كل دولة تقدم ماذا تم في إطار التكيف والتخفيف من تحديات تغيرات المناخ ومقارنتها بما يجب ان يكون، عشان كده يبقى في شفافيه في المعلومات. كل دوله بتقدم تقرير تقول لنا والله انا عملت كذا وعملت كذا وهعمل كذا، وبالتالي ده الموضوع الثاني اللي هو هيتكلموا فيه وهي عمليه شفافيه المناخ. يمكن الموضوع الثالث الخاص بالتنقل المناخي. برضه في التنقل المناخي حضرتك عارفه انه لما هيحصل إذابة للقطبين الشمالي والجنوبي اللي ابتدت أثاره تبان، هيرتفع مستوى البحار والمحيطات. ماذا سيحدث للناس الساكنين على هذه الشواطئ؟ سوف يتنقلوا أو يهاجروا إلى مناطق أخرى. فهم هيتكلموا أيضا في هذا المؤتمر أو هذا المنتدى على التنقل المناخي ازاي. يعني هي محادثات موسعه دكتور عبد المسيح في مختلف النقاط وفيما يخص التغيرات المناخيه، وكمان شركاء التنميه سيكون هناك سبل للتعاون معهم ولقاءات ثنائيه وفرص لجذب الاستثمارات في هذا المجالات او في هذه المجالات تحديدا، مجالات البيئه والمناخ. بشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا النهارده في هذا الصباح دكتور عبد المسيح سمعان، استاذ الدراسات البيئيه.